في الطريق ان شاء الله ان شاء الله. الى مطار القاهره الدولي، ده واكيد نازل رمسيس ولا ايه؟ رمسيس لو هيكمل المطار من كوبري اكتوبر فوق مش هينزل. ان شاء الله باذن الله تكون رحله موفقه، واجمل ما في اللقطات اللي احنا شايفينها والصور اللي شايفينها تفاعل الجماهير وتفاعل الشعب المصري مع النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي قبل السفر الى المغرب. ودايما النادي الاهلي بيبقى صوره ايجابيه ومشرفه للكره المصريه، ودايما كده لما بيبقى في حدث افريقي او حدث دولي على طول عينك بتروح هتلاقي تي شيرت النادي الاهلي او النادي الاهلي. وحتى النهارده لما الفريق يوصل ان شاء الله للمغرب هتشوف النهارده لقطات خاصه وفي استقبال اعلامي غير مسبوق لبعثه النادي الاهلي النهارده في مطار طنجه. يمكن انا بكلمكم اهو قبل حوالي ان شاء الله باذن الله 7 ساعات أو 8 ساعات من وصول البعثه للمغرب ان شاء الله، لكن النهارده في حشد اعلامي كبير جدا هيكون في استقبال بعثه النادي الاهلي في طنجه عشان بقى يعرفوا ردود الافعال، وجود الاهلي في كاس العالم للانديه، حضور الجماهير المغربيه، يمكن جماهير النادي الاهلي كمان حجزت نسب كبيره جدا من التذاكر، وفكره ان مباراه الاهلي اوكلاند سيتي وكل الاخبار اللي جايه من المغرب نفاذ التذاكر بهذا الشكل، لا ده يدينا انطباع ان البطوله دي هتكون استثنائيه في كل شيء، في الحضور الجماهيري، في مشاركه الاهلي، في وجود الهلال السعودي، في وجود الوداد المغربي، الانتقال من طنجه الى الرباط. يا رب باذن الله تكون بطوله موفقه وهتشهد حضور اعلامي وجماهيري كبير جدا، خاصه كمان لما يصل فريق ريال مدريد الى الرباط يوم 5 فبراير ان شاء الله بعد حوالي 4 أيام استعدادا لمباراه نصف النهائي ان شاء الله. طيب